هي القصه ديال نوريه معسونه، قصه اللي كلشي يهضر عليها مؤخرا. الحمد لله كنت كيف كتعرفوا 120 كيلو، دابا بين 60 و 68 كيلو. درت عمليه، كيعرفوا بعض الناس الاقرب ليا كيعرفوا انني درت عمليه قص معده في الدار البيضاء. انا ما درتهاش في على برا، لانه اغلبيه الناس كيقولوا اني درتها في تركيا، وخرج بعض الاشاعات انه درتها عند صوفيا وهذا. انا ما درتش عمليه عند صوفيا طالوني، انا درت عمليه هنا في المغرب عند دكتور معروف في كازا. الحمد لله نجحت ليا، كانت مزيان، بدلات ليا حياتي. ما نقدرش نقول لك 100%، بدلات ليا حياتي 180 درجه. فقدروا نوريكم بعض الصور كيفاش كنت وكيفاش وليت، غادي يبان لكم واحد التحول اللي كبير بزاف. فقلت بالفرحة عليا، علاش لا، انا فرحت حيت ضعفت، كان الحلم ديالي انني نضعف، وكنت كنقول انا الا ضعفت والله تنطلع في العمارية. فداك الشيء علاش اليوم بالتنظيم ديال ماي تريتور ونقافة الزعيم والناس ديال لورغانيزاسيون هنا في اكادير نظموا لي هذه الحفله، وكنشكرهم بزاف بزاف من هذا المنبر، لانهم فريمون في هذا الصاد وهذا العجاج وهذا الحر قدروا انهم ينظموا لي واحد الحفله زوينه بزاف بزاف. وما ننساش اي واحد تعامل معايا في الحفله ديالي اليوم، عثمان سمك فوتوغراف، دي جي حبيب، عيسى والهلالي، كلهم شكرا لهم بزاف لانهم فريمون فرحوني. شكرا لكم قناه الدار حيت جيتوا اليوم شاركتوا معايا هذه الفرحه. قلت خاصني نطلع في العمارية، والحمد لله اليوم طلعت وعجبني الحال. العيد ميلاد كاينين فيه بعض المؤثرين، للاسف ما كاينش بزاف، انه عرفتي دابا الصهد وهذا. فانا عرضت شحال من واحد، ولكن كاين اللي قدر يجي، كاين اللي ما قدرش، كاينين بعض المؤثرين. كاين كيفاش تفعلت معاك يعني الاصدقاء ديالك، كيفاش فاش ضعفت كيفاش تفاعلوا معايا؟ شوف انا فاش كنت غليظه، كلشي الناس كانوا كيعرفوا انا نوريه كانت مكتئبه، يعني كان عندي اكتئاب حاد. فالحمد لله شوف تبدلت شكلا ياك، ولكن ما تبدل فيا والو الداخل. كنت كنقول انه الشكل يمكن غادي يبدلني، ولا يمكن الشكل هو المشكل ديالي. لقيت انه ماشي مشكل ديالي الشكل، وانه الشكل كيبقى غير شي حاجه في الراس، فهمتي؟ شوف انا فاش كنت غليظه كنت كنقول عافاك يا ربي، انا بغيت نضعف، بغيت ما نموتش غير تنشوف راسي ضعيفه. انا ضعفت وتبدلت صراحه بزاف د الحوايج، يعني تبدلت شكلا، وليت كنلبس داكشي اللي بغيت، وليت كنشوف راسي زوينه وهذا، ولكن الداخل ديالي ما تبدلات حتى شي حاجه. دونك حيت الشكل كيبقى شكل، حيت انا في دماغي كان داكشي عايش لي في دماغي، كنقول شوف راه الشكل راه هذاك الغلظ ولا هذيك السمنه هي اللي كدير لك الديبرسيون. هذا لقيت لا، ما تبدل الداخل والو، من برا وي تبدل الشكل، ولكن داكشي اللي باقي كان باغي كان، يعني باقي سميتو. عندك شي اضافه اخرى ومساله ثانيه في الكلمه؟ إضافة ديالي بغيت نقول للبنات خصيصا انهم يقبلوا نفوسهم كيف ما هما، ما فيها باس الا كان فيك شي عيب وبغيتي تبدليه، ماشي مشكل، ولكن ما تركزوش بزاف على الشكل، لانه الروح والقلب هما اهم حاجه. الشكل كيبقى غير في دماغنا حنا. كنبغي نقول لهم كنبغيهم بزاف، شكرا على المتابعه ديالهم ليا في الانستغرام، شكرا حيت كيشجعوني، وشكرا للناس اللي حضروا لانيفرسير ديالي اليوم، وشكرا لكم قناه الدار بزاف حيت جيتوا اليوم. انا كيف كيعرفوني الناس ميكاب ارتست هنا في اكادير. انا اللي بزاف كنجيب المشاهير، كندير ميكاب للمشاهير، يعني الفنانات المشهورات في المغرب، منهم سعيده شرف مؤخرا، دنيا بوتازوت، ابتسام العروسي، اكرام العبديه، شيخ تراكس، وكاينين الاخرين. هضري شويه على يعني الفتره ديال كورونا. كورونا صراحه فتره ديال كورونا دازت عندي بحالي بحال كاع الناس، ولكن كانت عندي انا مزيانه، حيت هي فاش تعرفت بزاف، هي فاش عرفوني الناس، بما انه كنت كندير لي لايف للبنات، فهذوك لي لايف هما اللي شهروني بزاف. كنت كندير لهم لي لايف ديال الميكاب، يعني كيفاش يتعلموا يديروا مكياج، كيفاش الطريقه. كنا ما كنلقاو ما نديروا، راك عارف الحجر الصحي وهذا، خصنا نبقاو في الدار. فكانوا كيتسناو هذيك الوقيته اللي غادي دير فيها نوريا اللايف باش يتعلموا منها المكياج. هكا دوزت انا الحجر الصحي ديالي كله. من بعد الحجر الصحي بدات كطلق شويه الوقت، هذيك هي اللي جا فيها هذا التحول اللي غادي نهضروا عليه اليوم. شفنا درت واحد البرنامج مؤخرا، جلسات مع نوريا، نوعا ما واحد الجدال، صوت الفنانه
الفائده، ممكن تهضري شويه على هذا البرنامج؟ جلست مع نوريا كان في رمضان اللي فات، صراحه الفكره كانت زوينه بزاف، عجبتني، خدمت عليها ونجح البرنامج الحمد لله، واخا دار فيه الجدل حيت كان نطت على واحد الدرجه على واحد الحلقه، ولكن كان مزيان. استضفت فيه بعض الفنانين، استضفت فيه بعض المشاهير المؤثرين، كان مزيان. حلقه واحده اللي كان فيها شويه الجدل، ماشي ليا انا ولكن الضيفات اللي كانوا عندي، ولكن عادي كان مزيان. الجمهور بغى يعرف يعني السبب ديال توقف هذا البرنامج. ما توقفش البرنامج، غير واحد الفتره ديال كنوجدوا عاوتاني يعني حلقات جداد، كنوجدوا ضيوف جداد فقط، ما توقفش. خدينا غير واحد الشهر باش نعاودوا عاوتاني نوجدوا ونشوفوا عاوتاني ضيوف جداد، لانه قلت علاش لا جلست مع نوريا ما يطورش اكثر، يمشي لكازا، يمشي الرباط، يعني يكون مع فنانين كبار، فهذا علاش انا حبست، ما بغيتش نبقى غير في اكادير وصافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.